السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمي. يلا بينا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، هنكمل مع بعض ثيم نمبر 3 بروتكتنج اور بلانت أو حماية الكوكب بتاعنا، يونت 3 ناتشورال ريسورسز أو الموارد الطبيعية وإزاي إن احنا نحافظ عليها. وليسون 1 هناخد النهارده إن شاء الله أهم الإكسرسايزز عليه، وعايزك في أي تدريب يظهر قدامك تحاول تجاوبه لوحدك الأول، بعد كده هتلاقي الإجابات وتدي لنفسك درجة. تعال نشوف مع بعض أول سؤال، تشوز ذا كوركت أنسر، اختر الإجابة الصحيحة. الشريحة الأولى عندك 4 أسئلة، حاول تجاوبهم لوحدك الأول، وقف الفيديو وبعد كده هتظهر الإجابات قدامك. أول سؤال بيقول لك all of the following are components of the atmosphere، كلها من مكونات الأتموسفير أو الغلاف الجوي، except أو ما عدا إيه؟ هل هو الأكسجين جاز، غاز الأكسجين، نيتروجين جاز، molten rocks الصخور المنصهرة، والووتر فيبور بخار الميه. هتلاحظ ان بخار الميه اللي هي السحب او بخار ميه بيبقى شفاف كمان، موجود في الهواء انت مش حاسس بيه او مش شايفه، موجود من مكونات الغلاف الجوي، والغاز النيتروجين وغاز الاكسجين برضو. لكن الصخور المنصهره دي من مكونات الجيوسفير او الغلاف الصخري او الليثوسفير اللي هي الصخور واللي موجوده في كوكب الارض. يبقى هي دي الاختيار اللي هناخده، رقم سي هو الاختيار المناسب. رقم 2 بقول لك روكس او الصخور are broken down، يتم تكسيرها into smaller particles لجزيئات أصغر أو pieces during a process. ركز بقى، هل هي weathering ولا erosion؟ دول الاختيارين اللي احنا متلخبطين بينهم. هل هي عملية التجوية ولا التعرية؟ طبعا احنا عارفين ان عملية التجوية هي اللي بتسبق عملية التعرية أو عملية النقل، يبقى لازم الأول الصخور تتأثر بالمية وبالدرجة الحرارة وبالشمس وكل حاجة عشان تتفتت لقطع صغيرة، ولو اتنقلت يبقى اسمها إيروجين. يبقى دي الخطوة الأولى اللي هي الوذرنج، يبقى هنختار الاختيار بي وذرنج. السؤال الثالث بيقول لك which of the following is a part of the hydrosphere، هو جزء من الهيدروسفير أو الغلاف المائي. هل هي الووتر ولا الإير ولا الروكس ولا البلانتس؟ يبقى هنختار ووتر أو المية، ده جزء من الغلاف المائي أو كل المياه اللي موجودة على سطح الأرض. طيب السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لك which of the following is a part of the biosphere، جزء من الغلاف الحيوي. احنا قلنا الغلاف الحيوي كل الكائنات الحية، الحاجة الوحيدة اللي حية في الاختيارات اللي قدامك هنا هي الانيمالز أو الحيوانات، الاختيار رقم دي. يبقى البلانتس والانيمالز كل الكائنات الحية والمايكرو اورجانيزمز كلها في البايوسفير أو في الغلاف الحيوي. ادي لنفسك درجة. تعالى ندخل على الشريحة اللي بعدها. الشريحة اللي بعدها بتبدأ بالسؤال الخامس، بيقول لك water covers nearly not of the earth planets، من كوكب الأرض. يبقى في اختيارات كتيرة قدامنا، بس طبعا الاختيار المناسب هو 3/4 أو 3/4 أو 3/4 مساحة سطح الأرض. ممكن يقول لك 75% أو 0.75، يبقى ده معناه ان هو ايه، ممكن يجيب نفس المعلومه بس بطرق مختلفه وباشكال مختلفه، لكن هي نفس الاجابه 75% من سطح الارض او 3/4 مساحه سطح الارض تقريبا. السؤال السادس بيقول لك by heating of water it changes from a state to a state. ركز بقى، by heating يعني لما نسخن الميه، طالما قال heating يبقى الميه هتتحول من liquid state لgaseous state اللي هي الووتر فيبر، يبقى نختار الاختيار سي. خلاص. السؤال السابع بيقول لك water is used in all of the following purposes، للأغراض التالية except ما عدا إيه؟ ما عدا عملية البرنينج أو الاحتراق. يبقى أول واحدة recreation اللي هي عملية الترفيه، bathing لعملية الاستحمام، manufacturing لعملية الصناعة وفي الصناعات المختلفة. يبقى الحاجة الوحيدة اللي المية مش بتستخدم فيها هي البرنينج أو الاحتراق، لأن المية ممكن تطفي الحريقة لكن مش تولع هي الحريقة. يبقى الاختيار بي هو اللي ملوش أي علاقة باستخدامات المية. السؤال الثامن بيقول لك at the beginning of water cycle، في بداية دورة المية النيتشر في الطبيعة، water A and goes into the air forming نقط. يبقى على طول طالما قال لك goes into the air يبقى water هنختار في الفراغ الأول evaporates يتبخر and move into the air forming clouds، ويكون سحب لأن هو هيتحرك للإير، لكن لو رجع تاني للأرض هيرجع يتحول تاني للسنو مثلا أو حاجة. يبقى الاختيار المناسب هنا كان بي أو دي، لكن كلمة تو ذا اير اللي احنا شفناها في السؤال فوق عرفتنا إن هو لازم نختار بي. أول فراغ evaporates، تاني فراغ clouds أو سحب. برضو ادي لنفسك درجه كده، انت تاخد درجه من 8 درجات في السؤال ده. ولو في حاجه واقفه معاك ارجع الفيديوهات وعيد الشرح مره تانية. السؤال التاني بيقول لك choose from column B what suits in column A، يعني اختار من العمود B ما يناسبه من العمود A. وعندك الجدول أو جدولين، الجدول الأول حاول تجاوبه لوحدك الأول في 4 نقاط: الجيوسفير الغلاف الصخري، أتموسفير أو الغلاف الجوي، بايوسفير الغلاف الحيوي، والهيدروسفير الغلاف المائي. ولازم توصل كل واحد بالاختيار المناسب له في العمود B. هتلاقي إن الإجابات زي ما أنت شايف كده، الجيوسفير أو الغلاف الصخري لازم نوصله ب It contains rocks and heavy metals، يحتوي على الصخور والمعادن الثقيلة. الأتموسفير أو الغلاف الجوي لازم نوصله بإيه؟ contains oxygen and nitrogen gases، هم غاز الأكسجين والنيتروجين أشهر أو أكتر نسبتين أو غازين موجودين في الغلاف الجوي، غاز الأكسجين 21% وغاز النيتروجين 78%. طيب بعد كده البايوسفير أو الغلاف الحيوي الاختيار دي contains animals and plants، يحتوي على النباتات والحيوانات. رقم 4 الهيدروسفير أو الغلاف المائي هنختار C contains fresh water and salt water، الماء العذب والماء المالح. تعال ناخد الجدول اللي بعده، برضو حاول تجاوبه لوحدك الأول. جايب لك في العمود ألف 5 اختيارات: الأوشنز والليكس والريفرز والإستوري أو المصب والجراند ووتر أو المياه الجوفية. حاول توصلها بالاختيارات المناسبه ليها في العمود بي. هتلاقي ان الاختيار الاول اللي هو الاوشنز هنوصله ببي contains salt water only، يعني البحر والمحيط فيه ميه مالحه فقط. رقم 2 الليكس او البحيرات هنوصلها بايه؟ contains fresh water or salt water، يعني يا اما ميه مالحه يا اما ميه عذبه، حاجه واحده ما ينفعش الاثنين مع بعض. الريفرز هنوصلها بدي contains fresh water only، دايما النهر فيه ميه عذبه فقط. تمام. رقم 4 الاستري او المصب، ده فيه الاتنين مع بعض لان هو مكان التقاء النهر ما بيصب في المحيط او في البحر، يبقى هنقول ان الاستري رقم سي contains a mixture، يحتوي على مخلوط او خليط from fresh water and salt water، من الماء المالحه والماء العذبه. الجراوند ووتر اللي هي رقم ايه؟ It is water found under the earth's surface، المياه الموجودة تحت سطح الأرض. طب لو قال لي فريش ووتر ولا سالت ووتر، هو ما تطرقش للموضوع ده، بس خلي بالك هي عادة بتكون فريش ووتر، لكن لو في حد حفر بئر يعني قريب قوي من منطقة الشواطئ زي مثلا مدينة بلطيم أو الساحل الشمالي وقعد يطلع مياه عذبة بكمية كبيرة، ممكن يلاقي بدأ يطلع له مياه مالحة، لأن المياه المالحة هتتداخل مع الصخور برضو في المنطقة بتاعة الشاطئ. فمش شرط الجراوند ووتر يبقى كلها ميه عذبه، هو ما اتكلمش في النقطه دي اصلا، هو قال لك تعرفها بس ووتر فاوند اندر ذا ايرث سيرفيس، الماء الموجوده تحت سطح الارض. يبقى هتلاقي الاختيار الوحيد اللي ملوش حاجه مناسبه هو رقم اف، ذا ووتر فاوند ان اجازي ستيت، الماء الموجوده في الحاله الغازيه، ودي هتبقى السحب او الوتر فيبر، هو مش جايبها اصلا في العمود ايه. برضو ادي لنفسك درجه الاول، وبعد كده نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لك ضع علامه صح او علامه خطا بوت ترو اور فولس. وعندك الجمل اللي قدامك على شريحتين، الشريحة الأولى فيها 5 أسئلة. أول سؤال بيقول لك water on the earth is divided into fresh water and salt water، المية على سطح الأرض يا إما مية مالحة يا إما مية عذبة. الجملة ديت جميلة جدا ما فيهاش أي مشاكل، يبقى صح. لكن لو كان قال الووتر بادز، الأجسام أو بتقسم لإيه أو كده، في ساعتها بقى كان ممكن نقول أوشنز وسيز وريفرز، بس في النهاية برضو هم كلهم مياه مالحة أو مياه عذبة، يعني الجملة صحيحة ما فيهاش أي حاجة. رقم 2 the system that includes rocks and heavy metals، يبقى هل هو يسمى الهيدروسفير؟ طبعا خطأ، هي مش الغلاف المائي، تسمى الجيوسفير أو الغلاف الأرضي أو الصخور المنصهرة وكده اللي في بطن الأرض واللي على سطح الأرض واللي في قاع المحيطات، يبقى ما ينفعش نقول هيدروسفير. السؤال الثالث بيقول لك الرين ووتر مياه الامطار is the only reason for weathering، هي السبب الوحيد لعمليه الويذرنج او التجويه وتكسير الصخور and erosion والتعريه او النقل of rocks on the earth surface. طبعا خطا، لان هو في الشرح قال لك في كمان التمبريتشر، في السنلايت، وفي الويند الرياح، في كل يعني عوامل كتيره جدا بتؤدي لتفتيت الصخور ونقلها. هو هنا بيقول لك only والرين ووتر بس، لا طبعا غلط. طيب السؤال الرابع بيقول لك water is important for growing of living organisms، لنمو الكائنات الحيه بما فيهم البلانتس او النباتات علشان الفوتوسينثيس بروسيس، يبقى ده صحيح. رقم 5 بيقول لك if there is no hydrosphere، لو ما فيش غلاف مائي the biosphere will not exist، الغلاف الحيوي او الكائنات الحيه هتختفي، طبعا ده صحيح برضو، لان من غير الغلاف المائي الغلاف الحيوي هيختفي او الكائنات الحيه كلها هتموت. ادي لنفسك درجه. الشريحه الثانيه برضه هتظهر قدامك، حاول تجاوبها لوحدك الاول وبعد كده اسمع الاجابات. السؤال السادس بيقول لك water can change into water vapor in extreme cold weather. ركز بقى ازاي الميه تتحول لبخار في البروده، هي في المناخ الحار ممكن، لكن cold يبقى ده اللي خلى السؤال يبقى خطأ. يعني الميه تتحول لبخار في الحراره او في الهوت ويذر مش في الكولد ويذر. السؤال السابع The total amount of water on earth doesn't change. الكمية الكلية للمية على كوكب الأرض مش بتتغير، هي بتتحول من صورة للتانية، يبقى ده صحيح. السؤال الثامن Some animals and plants live in water. بتعيش في المية، برضه ده صحيح. السؤال التاسع River always flows from an area of low place. من المكان المنخفض أو to the area of high place، مكان مرتفع. طبعا خطأ، هي العكس، من المكان المرتفع للمكان المنخفض، زي الشلالات مثلا تلاقي إن المية بتنزل من فوق لتحت مش العكس بسبب الجرافيتي أو الجاذبية، يبقى السؤال ده خطأ. السؤال العاشر والأخير في صح وغلط بيقول لك when the amount of water decreases or water get polluted البايوسفير will be affected. الغلاف الحيوي هيتأثر. هو هنا يقصد كمية المية الصالحة للشرب اللي هي الفريش ووتر، لو قلت وتحولت لمية مجاري أو مية ملوثة كل الكائنات الحية هتتأثر لأنها مش هتلاقي مية نظيفة أو مية كويسة تشربها. ده حتى لو درجة حرارة المية اتغيرت، أنت عارف في الترم الأول الشعاب المرجانية يحصل لها أمراض ومشاكل، يبقى خلي بالك فعلا الغلاف الحيوي مرتبط بالغلاف المائي، أي تغير في الأول أو في التاني هتأثر في الأول، يعني الاتنين متداخلين مع بعض. يبقى السؤال ده صح. خلاص يا ولاد وبنعيد تاني، هو هنا ما يقصدش ان كميه الميه هتتغير، هو يقصد الميه الصالحه للشرب هتقل او تتاثر او تتلوث، ده هيأثر في الكائنات الحيه. هناخد دلوقتي السؤال الرابع Write the scientific term of each of the following، او اكتب المصطلح العلمي المناسب امام العبارات اللي قدامك. اول شريحه بيقول لك a water body او مسطح مائي او جسم مائي that is surrounded by land محاط باليابس، يبقى ديت احسنتم الليك او البحيره. السؤال الثاني بيقول لك an area where the fresh water of the river المياه العذبة بتاعة النهر meets the salt water of the sea بتقابل المياه المالحة بتاعة البحر، يبقى ده الاستيوري أو المصب، أو ممكن تقول الماوث اوف ذا ريفر فم النهر، أو ممكن تقول الدلتا، بس طبعا أفضل إجابة الاستيوري أو المصب. رقم 3 a cycle دورة shows the continuous movement الحركة المستمرة of water للمية from the earth to the atmosphere من سطح الأرض للغلاف الجوي then to the earth again وبعد كده يرجع تاني للأرض مرة تانية، يبقى دي الووتر سايكل أو دورة المياه في الطبيعة، يبقى ديت احفظها برضو مهمة جدا، تعريف بتاع دورة المياه. السؤال الرابع في الشريحة اللي بعدها بيقول لك the process of breaking down the rocks into smaller pieces due to the effect of rain أو water أو temperature، يبقى دي الويذرنج أو التجوية، تأثير الجو على الصخور. السؤال الخامس the process in which the small particles of rocks are transported from a place to another، يبقى دي الإيروجن أو التعرية أو عملية نقل الصخور المفتتة من مكان لآخر. طيب السؤال اللي بعده السؤال أكمل الجمل التالية complete the following sentences. أول نقطة بيقول لك the earth system أو النظام الأرضي أو كوكب الأرض that include all living organisms، النظام اللي موجود فيه اللي بيحتوي على كل الكائنات الحية is called إيه، يبقى لازم نكتب كلمة بايوسفير أو الغلاف الحيوي، هو اللي فيه كل الكائنات الحية اللي على كوكب الأرض. السؤال الثاني بيقول لك water is responsible for وذرنج بروسيس اند ايروجن بروسيس اوف روكس، لانه قال كلمه روكس يبقى لازم نقول مسؤول عن عمليه التجويه والتعريه للصخور، لان هما دول العمليتين اللي الميه بتاثر فيهم في النون ليفنج ثينجز اللي هي الروكس. يبقى مفتاح الاجابه هنا كلمه روكس، عرفنا ان احنا لازم نكتب الاول وذرنج بعد كده الايروجن، تمام. طيب السؤال الثالث بيقول لك water bodies on earth can change from a liquid state to not state by freezing، يبقى to solid state by freezing while they can change into not state by evaporation، يبقى gaseous state by evaporation، تتحول للحالة الغازية بالتبخير. السؤال الرابع بيقول لك الفريش ووتر forms some water bodies such as الفريش ووتر يبقى على طول الريفرز and some lakes وبعض البحيرات while seas and oceans and أو are formed of a water يبقى are formed from salt water بتتكون من المية المالحة. دي الشريحة الأولى في سؤالك. الشريحة الثانية برضو حاول تجاوبها لوحدك الأول. بيقول لك when a river meets a sea and not is formed، لما النهر يقابل البحر يبقى ده معناها هيعمل المصب أو الاستيوري، نكتب كلمة استيوري أو المصب. السؤال السادس: water body that is formed of water from rain or melting of snow and moves into rivers or the ground is called ايه؟ يبقى is called run off أو المجاري المائية الصغيرة اللي بتتحرك بعد كده هي على سطح الأرض. يبقى ده تعريف الرن اوف أو المجاري المائية. طيب رقم 7: during the water cycle the natural water evaporates forming ايه؟ forming clouds، يتبخر ويكون water vapor المفروض، بس او clouds، يبقى هي water vapor او clouds. ماشي يا ولاد، الاثنين يعتبروا اجابه صحيحه، بس الاصح فيهم كلمه water vapor. تمام، بسبب ايه بقى؟ ان هو هنا بيقول لك بعد عمليه التبخر على طول ان الووتر ايفابوريتس. طالما بعد التبخر على طول بتعمل بخار ماء، بخار الماء ده لو طلع تصاعد للطبقات العليا وبدا يتكاثف يعمل كوندنسيشن هيتحول لكلاودز او سحب. هو ما قالش، هو قال ايفابوريتس، يبقى المفروض الاصح نكتب كلمه ووتر فيبور، بس اللي هيكتب كلاودز تعتبر صحيحه. تمام. and returns back into the earth's surface during ايه؟ during raining، خلال الامطار، during raining. السؤال الثامن: the ground water found in the soil and rocks is an example of interaction between the spheres which are نقط and نقط، يبقى which are geosphere أو الغلاف الصخري and hydrosphere. يعني المياه الجوفية اللي بتدخل داخل طبقات الصخور هي عبارة عن تداخل ما بين الغلاف الصخري والغلاف المائي، تمام، اللي هي عملية الترشيح أو دخول المية داخل طبقات الصخور. السؤال اللي بعده سؤال give reason أو اذكر السبب العلمي، والسؤال ده جميل جدا، حاول تجاوبه لوحدك الأول. الشريحة الأولى جايب لك مجموعة من الأسئلة. أول سؤال بيقول لك water أو give reason water is important for all plants on earth، لكل النباتات اللي على كوكب الأرض لازم تقول له إن البلانتس need water to grow and to make photosynthesis process، وعشان تعمل عملية البناء الضوئي. وإحنا قلنا قبل كده إن الفوتوسينثيس بروسيس هي عبارة عن كربون دايوكسيد بيتحد مع الووتر in the presence of sunlight، في وجود الايه؟ sunlight او ضوء الشمس. يبقى الووتر مهم جدا للنباتات عشان تنمو ويديلها الفود بعمليه الفوتوسينثيس بروسيس. هو هنا ما قالش اند انيمالز، يبقى هنتكلم على البلانتس بس. السؤال الثاني بيقول لك ووتر كان افكت نون ليفينج ثينجز، الاشياء الغير حيه، لايك ايه؟ لايك روكس. ازاي بقى؟ هتقول له it may cause processes that lead to the change of the features of the earth surface such as weathering and erosion. ولو عايز تتكلم عن تعريف الويذرنج والايروجن دي هتبقى حاجه زياده، لكن انت لو قلت في الاجابه هنا كلمه باي ويذرنج اند ايروجن هتاخد الدرجه فورا، اللي هي عمليه التجويه والتعريه للصخور. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لك Our planet looks like a blue marble from the space، يعني ليه كوكب الأرض بيبدو مثل الكرة الزرقاء أو البلية الزرقاء من الفضاء؟ هنقول because there is so much water on the planet Earth that looks like a blue ball from the space، أو the blue color represent water which nearly covers 3/4 of the earth's surface، اللي بيغطي معظم مساحه سطح الايه؟ الارض. وممكن تقول له برضو اجابه ثانيه، تقول له because water is everywhere on earth in the form of rivers, lakes, seas and ocean او underground water. يبقى انت ممكن تجيب الاجابه بكذا طريقه وكلها اجابات صحيحه. المهم ان انت تجاوب وما تسيبش السؤال فاضي، هتاخد الدرجه فورا. السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 4 water give reason water that forms the hydrosphere is one of the renewable resources on earth. يعني ليه المية اللي بتكون الغلاف المائي هي مصدر متجدد على سطح الأرض؟ وممكن نفس السؤال يجي لك بطريقة تانية، يقول لك give reason water is in nature is called water cycle، أو المية في الطبيعة بنسميها دورة الماء. نفس الإجابة للسؤال ده هي نفس الإجابة للسؤال ده. هنقول له because during the water cycle in nature water present in water bodies on earth evaporates and goes into the air forming clouds and water returned back to the earth's surface during raining. خلاص، يبقى لازم توضح له ان الميه بتعاد تدويرها على طول، تتحول لبخار وترجع تاني لسطح الارض وهكذا. وممكن توضح له برضو في الاجابه ان كلمه renewable resource مصدر متجدد معناه ان هو مصدر طبيعي ممكن يتم احلاله وتعويضه مره تانية، كان بي ريبليست. عايز توضحها في الاجابه برضو وضحها، ما فيهاش اي مشكله. يبقى ده سؤال برضو مهم جدا من اسئله جيف ريزون لازم تكون عارفه. بعد كده آخر سؤال عندنا السؤال السابع: What happens to ما الذي يحدث لكل مما يأتي أو في الحالات التالية. أول نقطة بيقول لك The state of water اللي بيحصل لحالة المية when it subjected لما تتعرض to extreme cold weather لمناخ بارد جدا. يبقى هي مية سائلة تعرضت لمناخ بارد، يبقى على طول هتقول له The transformation of water from liquid state into solid state أو ice بين قوسين هيحصل لها عملية الفريزنج التجمد. يبقى لازم الإجابة تكون واضحة زي ما أنت شايف كده. السؤال الثاني بيقول لك What happens to the fresh water of the river when it meets the salt water of the sea. هنقول هتكون على طول it will form the estuary أو المصب، خلاص. and it is a water body which fresh water of the river meets the salt water of the sea، خلاص كده. and it contains a mixture of salt and fresh water، تحتوي على خليط من الماء العذب والماء المالح، والكائنات اللي عايشه فيها كلها متعوده على كده، زي البال شارك والحاجات اللي احنا خدناها في السنه الرابعه، كلها متعوده على خليط من الماء العذب والماء المالح، خلاص يا ولاد. بعد كده السؤال الثامن سؤال جميل جدا بيقول لك green plants can make their food by photosynthesis process. النباتات الخضراء ممكن تعمل الاكل بتاعها بالبناء الضوئي. in this process في العمليه دي البلانتس take water from the soil, carbon dioxide and sunlight، خلاص. هو جايب لك الاربع سطور دول او القطعه دي وبيسالك عليها بعد كده شويه اسئله. بيقول لك ايه بقى from the previous paragraph، من الباراجراف اللي فات ده find out the words that belong to each system and write them in the following table، واكتبها في الجدول اللي قدامك ده. يعني النظام اللي هو الاتموسفير الغلاف الجوي، ايه في القطعه الاربع سطور اللي فوق دول ينتمي للغلاف الجوي؟ احسنتم، يبقى هنختار الكربون دايوكسيد جاز نحطه في رقم ايه. طيب مين فيهم بينتمي للهيدروسفير او الغلاف المائي؟ احسنتم، كلمه ووتر اللي النبات بيمتصها علشان يعمل بناء ضوئي، كلمه ووتر نحطها في رقم بي. طيب البايوسفير او الغلاف الحيوي، النبات نفسه الجرين بلانتس او بلانتس، الكلمتين دول ممكن نحطهم في الايه، في البايوسفير او الغلاف الحيوي لان النبات من الكائنات الحيه. بعد كده كلمه جيوسفير او الغلاف الصخري هنحط فيه كلمه سويل او تربه، لان التربه او السويل او الروكس كلها من الصخور. يبقى ده معناه ان عمليه الفوتوسينثيس بروسيس عشان تحصل بتاخد حاجه من كل الانظمه اللي على كوكب الارض، فممكن يجيبها لك في الاختبار باسلوب تاني خالص. يقول لك وات از ذا نيم اوف ذا بروسيس، ما اسم العمليه، تمام، ذات ريكوايرز ذا انتر اكشن، تتطلب التداخل بتوين اتموسفير اند هيدروسفير اند بايوسفير اند جيوسفير. هتقول له على طول الفوتوسينثيس بروسيس، عمليه البناء الضوئي، هي العمليه الوحيده تقريبا اللي محتاجه تداخل كل الايه، الانظمه المختلفه اللي انت شايفها دي. اعزائي الطلاب، وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم، واتمنى تشتركوا معايا في القناه. سعدت وتشرفت بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.